حياكم الله مشاهدينا الكرام. الآن يعني بعد ما تحدثنا عن المعتقلين في الأردن، سنتحدث عن معتقلين أردنيين ولكن ليسوا في الأردن وإنما في المملكة العربية السعودية. معتقلين أردنيين بالعشرات، بعضهم من أيام، بعضهم من شهور، بعضهم من سنوات، من سنة وسنتين معتقلين في السجون السعودية. الأسباب لغاية الآن ليست بالمعروفة، وفي بعضهم ظروف يعني توقيفهم واعتقالهم لا تنسجم مع معايير حقوق الإنسان على مستوى الزيارات، على مستوى على الأقل معرفة التهم وحق الدفاع عن النفس، وهو حق مقدس لأي إنسان. على كل حال، تقرير سيبين مجموعة من المعلومات والتفاصيل عن المعتقلين الأردنيين في سجون الدولة الشقيقة والصديقة المملكة العربية السعودية. نتابع. السلطات السعودية تسمح بالزيارة للمعتقلين الأردنيين إداريا في السعودية، والتي لم توجه لهم تهمة حتى الآن. تطور لافت يوحي بانفراجة قريبة في ملف المعتقلين، على الأقل في طريقة التعامل مع المعتقلين وطمأنة ذويهم عن أحوالهم وظروف اعتقالهم. وزارة الخارجية الأردنية تتابع الموضوع، وبحسب عدد من ذوي المعتقلين طلبت كشوفات بأسماء المعتقلين وقامت بتوكيل محامين، ولم يصدر عنها أي تصريح أو بيان للرأي العام حول مصير المعتقلين الأردنيين في السعودية. 3 سجون سعودية يقبع فيها ما يزيد على 30 مواطنا أردنيا، منهم مقيمون وموظفون وأكاديميون ورجال أعمال. أكد عدد من ذويهم أن ظروف اعتقالهم مختلفة، غالبيتها ضمن إطار التعاطف مع القضية الفلسطينية وتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، بعضها بحكم العمل. السبب الذي أكده الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب مصطفى العساف، وآخرون لا تزال ظروف اعتقالهم مبهمة. نقابة المهندسين أيضا تبحث عن مصير 3 من منتسبيها ضمن قائمة المعتقلين دون جدوى حتى الآن، فيما ربط المحامي والنائب صالح العرموطي الاعتقال في إطار الضغط على الأردن لتمرير صفقات سياسية، في إشارة إلى صفقة القرن التي يرفضها الأردن جملة وتفصيلا. مؤسسة شاهد، وهي مؤسسة فلسطينية حقوقية، أجرت تقصيا للمعلومات حول المعتقلين، وأعلنت عن قائمة أولية بأسماء المعتقلين لدى السلطات السعودية، مطالبة بالوقت ذاته بالإفراج الفوري عنهم، في حين لم تعلن أي جهة أردنية عن أسماء الموقوفين أو حتى التهم الموجهة إليهم. عدم إثارة الموضوع محليا من ذوي المعتقلين سببها خوفهم على حياة ذويهم وظروف اعتقالهم، خصوصا مع الحديث عن تعرض بعضهم لتعذيب نفسي وجسدي، وأملا بالتوصل إلى حلول من خلال القنوات الدبلوماسية. فهل سنشهد في الأيام القادمة توضيحا للرأي العام عما يجري لهؤلاء المعتقلين؟ وهل ستوضح الرياض ظروف اعتقالهم، أم سيبقى الاختفاء القسري لهم سيد الموقف؟ إذن مشاهدينا الكرام، بعد متابعة هذا التقرير اسمحوا لنا أن نتعرف على مزيد من التفاصيل عن أحوال المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية. الحقيقة هذا الملف لم يتم التطرق له بشكل كبير، ربما البعض يخشى ذلك. نحن لا نريد أن نتحدث إلا بالإطار المهني، إلا بالإطار الحقوقي، إلا بإطار أن هنالك مواطنين أردنيين لديهم حقوق، وهنالك دولة أردنية، وهنالك مؤسسات تتمثل بوزارة الخارجية هي المعنية بمتابعة شؤونهم وأحوالهم والدفاع عن حقوقهم. لمعلومات أكثر اسمحوا لنا أن نرحب بالناشط الحقوقي الأستاذ المحامي مصطفى نصر الله. أستاذ مصطفى، مساء الخير. مساء الخير أستاذ ينان. تحياتي أستاذ مصطفى. يعني أنا حابب من خلال اطلاعك ومن خلال يعني خبرتك كمحامي وناشط حقوقي، ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية كيف تختصره لنا أستاذ مصطفى؟ الله يعطيك العافية. مساء الخير لك ولجميع المستمعين في قناتكم المحترمة. أعتقد أستاذ أن هذا الملف ملف مهم وجدير بالاهتمام، وأعتقد أن هناك تأخر سواء كان من المؤسسات الحقوقية أو الناشطين أو حتى الإعلام بإثارة هذا الملف. هذا الملف موجود ومفتوح لدى السلطات السعودية تقريبا قرابة العام. بدأت الاعتقالات بشهر 2 2019، هذه الاعتقالات بأوجها
لكن هناك كانت اعتقالات في عام 2017 و2018 أيضا اعتقالات لبعض الفلسطينيين أو الأردنيين بحمل الجنسية الأردنية ورقم الوطني الأردني ولكن من أصول فلسطينية. أساس الأساس الاعتقالات هي القضية الفلسطينية، لا يجوز فصل الاعتقالات عن القضية الفلسطينية. هؤلاء معظمهم ليسوا أولا، لابد من تثبيت بعض الحقائق، ليسوا محسوبين على حركة حماس وليسوا أعضاء في حركة حماس، حتى ما يأخذ الناس مبررات الاعتقال أن هناك تنظيم أو علاقة أو لا، هي عبارة عن قضية وصل. وهل الانتماء لحماس هو تهمة بحد ذاته حتى يتم اعتقال؟ نعم. مجرد الانتماء إذا كان منتمي لحماس وخالف القانون يستحق الاعتقال، أما مجرد الانتماء هذا شرف لا يدركه الكثيرون. على كل حال تفضل يا سيدي. يا سيدي، بعد التحول الذي صار في السياسة لدى المملكة العربية السعودية من عامين تقريبا أو ثلاث أعوام، والتقارب المشروع السعودي مع المشروع الأمريكي وصفقة القرن، أصبحت حركة حماس مجرمة وإرهابية على لسان وزير الخارجية الجبير في أكثر من محفل، قال إنه حركة حماس حركة إرهابية، وهذا الكلام طبعا مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يقر عليه لا عربي ولا أيضا فلسطين ولا مقاومة. حركة حماس حركة مقاومة وليس هذا الموضوع. الموضوع المعتقلون الأردنيون في السجون السعودية لهم الآن أكثر من سنة لا أحد يتابعهم، لا سفارة ولا وزارة خارجية. هؤلاء المعتقلون يوصف بوصفهم القانوني في القانون الدولي، هم ينطبق عليهم جرائم ضد الإنسانية. السلطات السعودية ترتكب جريمة ضد الإنسانية بحق هؤلاء المعتقلون. أولا جريمة الإخفاء القسري جريمة مجرمة وفق القانون وفق نظام روما الأساسي، ولا يجوز لأي سلطة أو جهة أن تقوم باختطاف الأفراد وإخفائهم عن ذويهم. يجب أن يتم مجرد إذا كان هناك مخالفة قانونية لشخص يجب أن يعرض على القضاء. السعودية لا يوجد فيها قضاء يعني يستطيع أن يكون أن نوصفه بالقضاء العادل أو المزيح، لا يوجد. هناك سلطة سياسية تتحكم بكل المفاصل. التحول الذي حدث، الفعل الذي الآن يجرم عليه هؤلاء أو يتهم عليه كان مشروع في السابق. في قبل أعوام كانت السعودية تسمح لكل ناشط بجمع التبرعات لفلسطين، وكانت هي ترعى الحكومة السعودية ترعى جمع التبرعات. الآن في التحول السياسي الجديد والعهد السياسي الجديد أصبحت هذا الفعل مخالف للقانون. لا يجوز قانونا أن تحاسب الأشخاص على بأثر رجعي. إذا كان هناك تحول قانوني أو تحول سياسي يجب أن يتم محاسبة الأشخاص من تاريخ التحول، من تاريخ القانون إذا كان هناك قانون. لكن ما تم هو محاسبة الأشخاص بأثر رجعي، لأنهم كانوا يجمعون القضية الفلسطينية أو متعاطفين مع القضية الفلسطينية، وجلهم من الناشطين والشباب، رجال الأعمال، أطباء، بعضهم مقيم في السعودية له أكثر من 40 سنة من نشأة السعودية أصلا الحديثة، هو مقيم أطباء أنشأوا مستشفيات و يعني معالم صحية في السعودية والآن يعتقلوا، مثل الدكتور الخضري تجاوز عمره 81 عام ومصاب بأمراض خطيرة وأيضا معتقل. والأخطر من ذلك أن هؤلاء المعتقلون لا يوفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة. من أساسيات الدولة دولة القانون التي تدعي أنها تقيم العدالة والقانون أن توفر للمتهم أساسيات العدالة أو المحاكمة العادلة. المحاكمة العادلة تتطلب أن يعرف المتهم لماذا تم القاء القبض عليه، أن يعرف المتهم ما هي التهم التي تحاكم عليها، أن يمكن المتهم من التواصل مع المحامين، أن تمكن المتهم من حضور المحامين أمام المتهم. هذا كله مش متوفر أستاذ مصطفى؟ هذا غير متوفر. هذا يعني لا معروف التهم ولا هنالك محامين ولا هنالك مرافعات. لا يجرؤ محامي سعودي أن يتوكل عن هؤلاء الأشخاص، لا يجرؤ. مش لا يوجد. طيب لا يجرؤ. يعني لو لم يجرؤ أحد، أليس من يعني الأصول أنه المحكمة تكلف أحد المحامين للدفاع عن المتهمين؟ هذا إذا كان هناك دولة قانون، وإذا كان هناك دولة مؤسسات، لكن في ظل غياب هذا المفهوم لا يجرؤ أحد ولا تقوم الدولة بواجبها في السعودية. السلطات السعودية لا تقوم بواجبها بهذا الاتجاه. ولا يجرؤ أحد. العدد المعروف العدد أستاذ مصطفى الأردنيين. تجاوز العدد الأردنيين تقريبا 60، يعني الأردنيين من أصول من يحمل رقم الوطني تجاوز 40 واحد. 40. طيب شخص. هذول الأربعين وزارة الخارجية يعني كيف بتتابع شؤونهم وتسعى للدفاع عنهم؟ يا سيدي، وزارة الخارجية أعلنت بهذا الموضوع من بداية الأمر، من بداية شهر 2 أعلنت أن هناك بعض الاعتقالات تتم.
كانت أحد. عندما صارت الأعداد بالعشرات أعلمت أيضا من أهاليهم وذويهم. نعم. عندما وصل العدد بالأربعين صار هناك لقاءات، لكن التحرك بطيء، وإذا كان التحرك تحرك خجول وأيضا ليس بمستوى الحدث. يعني السفارة الأردنية بالرياض لم تقم بأي تأبين لزيارات على الأقل مثلا لهؤلاء المعتقلين مع ذويهم وأهاليهم؟ يا سيد احنا لا نبحث عن تحسين اوضاع المعتقلين. وهذا مفهوم خاطئ، نحن نبحث عن اطلاق سراحهم. نعم. اثنين، الان الى حين اطلاق سراحهم، وهذا يعني خلينا نحكي له مساره، ولكن على الاقل ان تتوفر ظروف معيشيه تكون واضحه ومعروفه وملائمه، يعني الى حين المطلب الاساس وهو اطلاق سراحهم بكل تاكيد، ولكن هل في زيارات، هل هنالك من تواصل اتصالات معينه؟ هناك جرت يعني بعض الاتصالات الخجولة والغير يعني أيضا يعني كافية لبعض المعتقلين. نعم. تم التواصل مع أهليهم لمدة دقيقة أو دقيقتين في الشهر، وهذا غير كافي، وهذا أيضا لا يعني أن هناك يعني معاناة حسنة يتلقاها المعتقل. نعم. هناك بعض المعتقلين مسجونين في السجون المجرمين الخطرين مع المسجونين في المخدرات والجرائم الخطيرة في المجتمعات. هؤلاء إذا كنت اعتقلتهم اعتقالات سياسية يجب أن توفر لهم مكان لائق بهم. نعم. ونحن أنا أؤكد أنه ليس المطلوب تحسين أوضاعهم، المطلوب المطلوب إطلاق سراحهم، لأن هؤلاء لم يرتكبوا جريمة على الأراضي السعودية مجرد فعل القانون. كان الفعل سابقا مباحا وأصبح الفعل غير مباح لدى الحكومة السعودية في العهد الجديد. إذا لا يجوز أن تعاقبهم. نعم. كان مطلوب من الحكومة السعودية إذا وجدت هذا مخالف أن تقول لهم هذا مخالف، وإما أن تبقى وتترك هذا العمل وتعود للأردن. أو أنك اعتقلت الأشخاص رحلهم للأردن، لماذا بالضبط. تحتفظ بهم؟ هو ملف سياسي تحتفظ به السعودية الآن للضغط على كل الأطراف، وأيضا هو عبارة عن كريدت حتى تقدمه في موضوع صفقة القرن. لا يمكن فصل هذه الاعتقالات عما يدور من تحول في المجتمع السعودي سواء كان سياسي أو اجتماعي أو حتى في العلاقات في المحيط. أنا بدي أشكرك شكر جزيل على هذه المعلومات أستاذ مصطفى نصر الله الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى. يعني الحقيقة هذه المعلومات ذكرها الأستاذ مصطفى، ونحن يعني نتحدث عن عرب ونتحدث عن أمة واحدة، ويعني أنا بدي أعتبر إذا الدولة منزعجة من نشاط أفراد فيها من جاليات أخرى ترحيلهم، يعني وهو يعني زي ما اصلا الاستاذ مصطفى بيقول انه في ناس لهم 40 سنه، يعني 40 سنه لو كان في اي دوله اخرى غير عربيه، يعني في كندا، في استراليا، في امريكا، في اي دوله اوروبيه، في اي دوله اسيويه، في اي دوله بهالكره الارضيه غير عربيه، لا حصل على جنسيتها واصبح مواطن يحق له التصويت في الانتخابات والترشح، يعني ولكن تعقيدات الامه العربيه على بعضها البعض انه يعني وتعاملاتنا مع بعض، على الاقل بدل ان يكون هناك اعتقال في السجون ترحيل، كثير ناس ترحلوا ما عرفوش ليش ترحلوا، ولكن على الاقل برجع لبلده وبعيش حياته. ما بنحكي انه هذا الوضع طبيعي وكويس، ولكن على الاقل اقل خسائر. واقل الخسائر حتى بعد الاعتقال، وذا اكد الاستاذ مصطفى انه احنا مش موضوع تحسين الشروط، ولكن على الاقل واحد يعرف شو التهمه الموجهه له، ويكون له محامي، ويكون في قضيه حقيقيه يعني ومسار قضائي. اما يعني اعتقال بدون معرفه وعندنا علاقات موجوده، يعني مش مقطوعه العلاقات زي مثلا تعقيدات المعتقلين الاردنيين في سوريا مثلا، لا احنا علاقات قويه واخويه، وفي سفاره اردنيه في الرياض وسفاره سعوديه في عمان، وتبادل اللقاءات على كل المستويات، بل وهنالك اشادات في بعض الاحيان بمدى قوه ومتانه هذه العلاقه. لا اعتقد انه القضاء في الاردن لا اتخيل انه من بامكانه انه يعتقل 40 مواطن سعودي بدون سبب، لو ايش ما صار، وبالتالي يفترض يكون هناك على الأقل المعاملة بالمثل بمبدأ الأخوية. بديش أحكي أكثر من هيك. نذهب الآن لوقفة قصيرة ثم ملف جديد.